يواظب رضا على الحضور لمعرض أربيل الدولي للكتاب، يعرض كتبا لدور نشر مصرية، مشيرا لأهمية تلاقي الطرح الثقافي واستعراض الكتب الورقية في محافل كهذه. احنا معتادون المشاركة بهذا المعرض، وهذه التظاهرة الثقافية لها مدلات كبيرة جدا على الثقافة في العالم العربي، خاصة أن معرض الكتب له ثمار كثير جيدة، يستطيع أن يتفاعل، يلتقي القارئ مع الكاتب، ويستطيع أن يخلق نوعا من الحوار، ويستطيع هذا المعرض أن يقوم بدور من التواصل بين الثقافات المختلفة في العالم العربي، وهذا المعرض هو رئة يتنفس منها المثقف داخل إقليم كردستان. في زاوية أخرى، وجدت الثقافات غير العربية مساحة لها في معرض أربيل الدولي. في أحد الأركان يبحث قراء مختلفو الأعمار عن مرادهم من الكتب التي أتاحها هذا المعرض الواسع لهم. مع توسع الطلب على كتب مختلفة وبلغات متنوعة، ليس غريبا أن نجد الكتب الإنجليزية حاضرة في معارض كهذه، كما أن القراء يرغبون بالحصول على كتب من مصادرها أو من دور نشر رصينة، كما أن شراءها لا يكون فقط من قبل أعمار معينة، إنما لاحظنا طلبا على تلك الكتب من أعمار مختلفة. عناوين في مجالات الفكر والأدب والسياسة والاقتصاد وأخرى تخصصت في القانون والطب والأطفال وغيرها حاضرة في معرض أربيل الدولي وبعدد من اللغات. مبيعات الكتب العربية أكثر من الكتب الكردية، لأن هناك إقبال، يعني هذه من أحدى مزايا أو يعني فوائد هذا المعرض الذي عابر للعرقية والعنصرية. الزوار غالبيتهم أيضا من العرب، لأنه كردستان فيها عدد كبير لا يستهان به الذين يسكنون ويقطنون في كردستان. ولا تقف نشاطات المعرض طوال 10 أيام على عرض الكتب فقط، إنما أيضا تشمل حلقات نقاشية تصل إلى 80 حلقة بجانب حضور كتاب عراقيين وعرب، كما تتوقع إدارة المعرض أن يصل عدد الزائرين إلى 600,000 شخص. بعد سنوات من الانقطاع يعود معرض أربيل الدولي للكتاب بنسخة جديدة بمشاركة أكثر من 300 دار نشر وبعناوين قاربت 1.5 مليون عنوان وبإقبال محلي وعربي واسع. من داخل معرض أربيل الكتاب، سرمد القاص، الحرة.